ثانيا وفيما يتعلق بالدعوة التي وجهت إلينا من قبل سمو الأمير، حضرنا هذا اليوم للكويت، وهي طبعا هذه الدعوة تمثل احتراف ضمني بهذا المجلس، وقد تناقشنا في أمور عدة، وقد تبرع سموه كما ورد في وكالة الأنباء بالمبلغ المعلن عنهم، وهذا بصفة رسمية. أما فيما يتعلق بالمواطنون الكويتيين فقد جمعوا تبرعات بخط موازي، وستصل هذه الأموال كلها إلى الشعب الليبي بإذن الله تعالى. طيب سيد مصطفى، هل ستكون هنالك محطات عربية أخرى ضمن هذه الجولة لكم، أم فقط الأمور تقتصر على الكويت؟ أولا لابد من تحية مجلس التعاون الخليجي ومجلس النواب الكويتي الذي كان له دور فاعل في معارضة هذه الدورة ومساندتها منذ البداية. قرار مجلس التعاون الخليجي كان هو أساس القرارات الصادرة عن جميع الدول العربية وعن المجتمع الدولي. أخوتنا العرب لم يبخلوا على هذه الثورة بمساندتهم المادية والمعنوية. دولة قطر، دولة الإمارات، كل الدول لم تقصر في حقنا. نحن سنلبي أي دعوة لأي دولة شقيقة أو صديقة. ولكن في هذه الجولة فقط الكويت، يعني فقط لنضع الأمور في نصابها. نعم. طيب هل أنتم راضون سيد مصطفى عن كيفية التعاطي العربي مع المجلس الوطني الانتقالي، أم لديكم بعض التحفظات على بعض الأنظمة العربية؟ نحن بشكل عام راضون عما اتخذه العرب في نقلة غير مسبوقة عندما اتفقوا جميعا على الحظر الجوي على ليبيا وعلى رفع الشرعية عن معمر القذافي، واعتبار المجلس الوطني هو المحاور الشرعي عن ليبيا. هذا من ناحية. أما بالنسبة لي كنواحي فردية، نحن نقدر الموقف الذي عليه أخوتنا في تونس وكذلك أخوتنا في مصر من خلال وجود عمالة كثيرة داخل طرابلس بالذات. ربما الموقف المعلن سيكون له تأثير سلبي على هذه العمالة. نظام معمر القذافي لا يكترث أن يفعل جرائم حرب ضدهم. أما بالنسبة لبقية الدول نحن نقدر تلك المواقف. فقط لدينا لوم أخوي على أخوتنا في الجزائر، لوم شديد أنهم استعملوا طائرات الخطوط الجوية الجزائرية في نقل المرتزقة إلى داخل ليبيا. نحن نتكلم بمصداقية، لدينا من الأدلة ما يؤيد ذلك، لدينا من الأدلة ما يفيد أن هناك جزائريون مشاركون في هذه الحرب سواء استراتيجيا أو عسكريا. السيارات التي وردها معمر القذافي من دول أوروبية جاءت إلى ليبيا عن طريق الجزائر، هذه كلها أشياء ملموسة ومادية، ولدينا الأدلة على ذلك. ولكن نحن نتعامل مع هذا الموضوع بشيء من الأخوية الصادقة. طيب. ونرى أن الشعب الجزائري فعلا غير راضي عن هذه المواضيع، ولكن تتم بناء على معطيات. طيب. أخرى. سيد مصطفى، قمتم بجولة أوروبية الأسبوع الماضي، كيف كانت الردود حسب تقييمكم؟ أولا الجولة السابقة كانت للدول الثلاث التي احترفت بالمجلس، وهي دولة قطر الشقيقة ودولة إيطاليا ودولة فرنسا. كان هناك أولا الشكر والتقدير لهذه الدول على مواقفها الإيجابية مع الثورة الليبية. تبحثنا في دور أكثر إيجابية للحلف الناتو الذي لا يمكن للشعب الليبي أن يتناسى أو ينسى ما فعله عندما حال دون حدوث كارثة حقيقية أو مجزرة مروعة في بنغازي يوم 19 مارس. نحن قدمنا الشكر لأصدقائنا في إيطاليا وفي فرنسا عن ذلك الموقف. أما موقف قطر هذا موقف مميز وسيظل عالقا، كذلك موقف الإمارات العربية وموقف للدول العربية كانت ممتازة. ما تم بحثه أيضا في جولتنا إلى الدول الأوروبية اللي هي أن نظام معمر القذافي قد أوقف المنح الدراسية عن الطلبة الدارسون في الدول التي احترفت بالمجلس والدول التي تخلى سفرائها عن النظام القديم وانضموا للثوار. تبحثنا في إمكانية تسيير هذه المنح. طيب. لكل الطلاب. سيد مصطفى، نظام القذافي أقحم القبائل، يعني لنعود إلى الشأن الميداني، أقحم القبائل على ما يبدو في خط المواجهات في مصراتة، سواء عبر المفاوضات كما يقول، يعني أمهل يومين، يعني أوقف القصف لوساطة قبلية كما يقول.
يعني هنالك إقحام لنظام القذافي للقبائل على خط المواجهات في مصراتة. كيف هو الوضع بالنسبة إليكم في مصراتة، وهل القبائل حسمت أمرها أم لا؟ نحن أخلاقنا وقيمنا لا تزيد عن القول أن هذا الموضوع، هذا الخبر غير صادق. على أرض الواقع نظام القذافي لم يتخلى عن القصف، القصف موجود أمس وموجود اليوم، كيف يكون يتخلى؟ هو انهزم داخل مصراتة، يتخذ من ذلك مبرر ليقول أننا تركنا مصراتة للقبائل لإمكانية حل الموضوع سلميا أو بالقوة. هو من خلال خروجه عن مصراتة بدأ يقصف بصواريخ بعيدة المدى. اليوم هناك صاروخ سقط في مدينة مصراتة، موقع هذا الصاروخ عمقه 5 أمتار و دائرة قطره 15 مترا. هذا من الصواريخ سكود بعيدة المدى، وهي من الصواريخ المحرمة، وكذلك استعمل القنابل العنقودية. هو لم يوقف إطلاق النار على أرض الواقع، أنت تشاهدون هو أمس واليوم يقصف في مدينة مصراتة. أما موضوع القبائل فهذه القبائل كلها موالية للنظام. طيب الثورة الحديثة سيد مصطفى، موالي للمجلس الوطني. طيب سيد مصطفى، عندما تتهمون أنتم بعض الأطراف سواء بتجنيد مرتزقة أو ببعث مقاتلين، هل هذا الاتهام سياسي أم لديكم أدلة حثية؟ يعني قذافي الدم نفى أن يكون بعث بأي من المرتزقة، كذلك أحمد جبريل، هل لديكم أدلة أنتم أم فقط الاتهام سياسي؟ نحن نمتلك الأدلة، نمتلك المصداقية، لدينا من الأدلة ما يفيد أن هناك فلسطينيون دخلوا الأراضي الليبية من الغرب ويقاتلون في الزوارة وفي الزاوية، ولدينا رهائن من موريتانيا، ولدينا رهائن من كولومبيا، ولدينا رهائن من الجزائر، ولدينا رهائن من تشاد، وبالأمس القريب دخل بعض المصريون تحت ستار العمالة بارتشاء من وشراء ذمة من أحمد قذافي الدم في مصر، وهم الآن محتجزون في مدينة طبرق. طيب، من الكويت مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، شكرا جزيلا لك.